السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل الفرص والمنح اللي تم عرضها. هتلاقوا منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. وكمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر للخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تبحث عن وظيفة عمل مناسبة. وكمان كنا عرضنا فرصة التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم الإعلان عن الفائزين في هذه الفرصة. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا، يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوه كمان إن جميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك، وكمان رابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب خلينا بقى نتكلم عن الفرصة بتاعت النهاردة والمنحة بتاعت النهاردة، وهي منحة ممتازة جدا في دولة من الدول الممتازة. خلينا نخش في التفاصيل مباشرة. بيقول لي هي منحة حكومة بروني، تمام؟ يمكن ناس كتير ما تعرفش ايه هي بروني. هي بيطلق عليها بروني او دار السلام. طيب فين الدولة دي، ويعني موجودة في اي قارة بالظبط، ايه المعلومات وايه التفاصيل عنها؟ تعالى كده نعرف نبذة سريعة عن الدولة دي. بيقول لي ان سلطنة بروني او دار السلام هي دولة بتقع في اقصى جنوب شرق اسيا في جزيرة بورنيو بالقرب من ماليزيا واندونيسيا، تمام؟ يبقى هي في قارة اسيا، بيستخدموا طبعا عملة الدولار البروني او الرنجة البروني، تمام؟ وعدد سكانها قليل جدا، نصف مليون نسمة. بيقول لي إن الدولة دي تعتبر من أغنى الدول في العالم بسبب توفرها على أكبر احتياطي للذهب، يعني فيها الذهب وفيها يعني ثروة كبيرة جدا متوفرة، وهي من أغنى الدول الإسلامية. وبيقول لك بتتميز إن مستوى المعيشة فيها مرتفع بالنسبة للمواطن، يعني عايشين في رغد. فيها مميزات كتيرة جدا، التعليم هناك بالمجان وجودة التعليم عالية جدا، الصحة أو العلاج بيكون في المستشفيات العمومية بالمجان، وسائل النقل عندهم بالمجان، السكن لا أحد يعاني منه بسبب سياسة الدولة في مساعدة الطبقة الفقيرة المتوسطة، الطعام منخفض التكاليف، هناك عدة خدمات بتوفرها الدولة. يعني الدولة دي دولة ممتازة جدا، يعني ممكن ناس كتير ما تعرفش عن دولة بروني، لكن الدولة دي انا بقول لك دولة ممتازة جدا جدا جدا، اغنى دولة اسلامية. خلينا بقى نرجع لتفاصيل المنحة ونتعرف عليها بشكل اكبر. بيقول لي طبعا زي ما قلنا دولة بروني دار السلام، الدول المتاحة للتقديم، كل الدول المتاحة للتقديم في هذه المنحة، ولكن هتعطى الافضلية لدول التعاون الاسلامي ومنها الدول العربية. يعني في كده منظمة بتسمى او اي سي، اللي هي منظمة التعاون الاسلامي دي، كمان كل الدول العربية او دول التعاون الاسلامي دي متاح ليها التقديم، وكمان هيكون ليها الافضلية في القبول. بالنسبة للمرحلة الدراسية، المنحة دي متاحة لدرجة البكالوريوس والماجستير ودراسة الدبلوم، تقدر تعمل فيها دبلومة، تقدر تدرس فيها درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير. تعال بقى نتكلم كده عن تمويل المنحة دي الذي لا حصر له، تمويل كبير جدا وشامل لكل حاجة. بيقول لي المنحة دي ممولة بالكامل، مصاريف الدراسة بالمجان، كل المصاريف الدراسية بتاعتك هتكون على المنحة وهتكون على الحكومة بتاعت بروني، وكلها بالمجان، مش هتدفع أي تكاليف. المنحة دي هتوفر لك تذاكر طيران من بلدك ذهاب وعودة لما تبدأ الدراسة من بلدك إلى بروني، ولما تخلص هترجع لبلدك تاني تذكرة الطيران عليهم. هتتوفر لك على بدل شهري للمصاريف الشخصية 500 دولار بروني، يعني بيعادل بالدولار كده، بالدولار الأمريكي بيعادل 380 دولار، في حاجة جميلة جدا. كمان بقى بالإضافة هتتوفر لك على بدل شهري للطعام 150 دولار بروني، يعني أنت هتاخد 500 دولار بروني دي لمصاريفك الشخصية، ممكن تدخر منها مبلغ، ممكن تصرفها زي ما أنت عايز، كمان هيدوك 150 دولار بروني عشان الطعام بتاعك طول الشهر، تمام؟ يبقى انت لو جمعت 500 على 150 تطلع لك 650، مبلغ ما شاء الله كبير جدا. كمان المنحة دي بتوفر لك إقامة مجانية بالمدينة الجامعية، طبعا في الجامعة هيكون ليك سكن خاص بيك، سكن ممتاز جدا، فيعني دي من ضمن المميزات. كمان هتوفر على بدل سنوي للكتب 600 دولار بروني، مصاريف الكتب كمان هتبقى عليهم، كل سنة هيدوك 600 دولار بروني عشان تجيب بيهم الكتب اللي انت محتاجها للدراسة. كمان هيكون في حاجة اسمها بدل لشحن حقائب الطالب بعد الانتهاء من الدراسة، لما تخلص دراستك ولما تيجي راجع لبلدك هيدوك كمان فلوس، بيسموها كده زي مثلا شحن الحقائب، او خلاص يعني انت بتجهز نفسك عشان ترجع، فبيدوك زي مكافأة كده.
فالمكافأة دي بتكون لدول آسيا 250 دولار بروني، بتكون في دول من خارج آسيا 500 دولار بروني، تمام؟ حاجة جميلة جدا. كمان الجامعات دي أو المنحة دي بتتوفر على تأمين صحي للطالب طول فترة دراسته، يعني أنت في حالة لا قدر الله حدوث حادث أو مرض، تكاليف العلاج بالمجان على المنحة، مش هتدفع أي تكاليف. أنت بص كده وحط قدامك مقارنة لكل الحاجات دي، منحة ممتازة جدا جدا جدا، شاملة كل حاجة، أنت مش هتصرف أي حاجة خالص. طيب الجامعات والتخصصات المتاحة في المنحة دي، طبعا احنا قلنا المنحة دي هي منحة حكومية، تمام؟ والمنح الحكومية بيكون متوفر فيها عدة جامعات عشان تقدر تقدم ليها. عندي هنا أربع جامعات أنت متاح ليك التقديم ليهم من خلال المنحة دي، والأربع جامعات زي يونيفرسيتي بروني دار السلام، إسلام سلطان شريف علي، تكنولوجي بروني، بولي تكنيك بروني. فأنت بتختار الجامعة، أي جامعة من ضمن الجامعات دي، وبتقدم عليها. ولو أنت عايز تعرف التخصصات الموجودة في كل جامعة دي وتختار التخصص المناسب ليك، هتلاقي أنا حاطط لك هنا تحت كل جامعة تفاصيل وتخصصات الجامعة، هتيجي تضغط على كلمة هنا هيدخلك على تفاصيل كل جامعة والتخصصات اللي موجودة فيها. فمثلا سبيل المثال يونيفرسيتي بروني دار السلام، هتلاقي هنا هيطلع لك كل التفاصيل الخاصة بالجامعة دي، تمام؟ هنا هتلاقي مثلا برامج البكالوريوس، التخصصات المتاحة فيها بالنسبة مثلا في كلية الآداب، في كلية العلوم، كل التخصصات موجودة فيها، في كلية إدارة الأعمال، في كلية هندسة، هتلاقي كل التفاصيل. في كمان كلية الصيدلة موجودة، تمريض، كليات كتيرة جدا. فأنت بتبحث عن الدرجة المناسبة ليك، وبتشوف كمان التفاصيل بتاعت كل درجة من دول، وبتشوف تفاصيل الجامعة، وبكده انت بتقارن بقى وبتختار الجامعة المناسبة ليك وهكذا. لما تدخل على كل جامعة هتقدر تعرف كل تخصص والتفاصيل بتاعت كل واحدة فيهم. طيب نكمل بقى. لغة الدراسة في المنحة دي، معظم التخصصات متاحة باللغة الإنجليزية، وهناك تخصصات قليلة باللغة العربية مثل الفقه والشريعة وتخصصات الدين. يعني اللغة في الدراسة هتكون باللغة الإنجليزية، ولكن إذا أنت اخترت تخصصات من التخصصات الدينية هتكون متاحة ليك للدراسة باللغة العربية. شروط المنحة، إيه هي الشروط عشان تقدم للمنحة دي؟ أول حاجة لازم علم متقدم لدراسة الدبلوم أو البكالوريوس، عمره يكون ما بين 18 ل 25 سنة، أقصى حد 25 سنة عشان تقدم لدراسة الدبلوم أو البكالوريوس. والمتقدمين لدرجة الماجستير سنهم ما يتجاوزش 35 سنة، يبقى دي شروط لازم تلتزم بيها. كمان يكون المتقدم للمنحة غير حاصل على أي منح أخرى، ما تكونش حاصل على منحة أخرى أثناء قبولك في المنحة دي. كمان لا يفضل الحاصلين على المنحة أن يحضروا أفراد من عائلتهم، ما تقولش مثلا أنا ممكن أجيب حد من عيلتي والمنحة تبقى شاملة ليه. طبعا المنحة ما بتشملش غير الشخص المقبول فيها فقط، ما بتشملش أي حد من أفراد العائلة، تمام؟ يبقى دي شروط المنحة. الأوراق المطلوبة بقى للتقديم، أنا محتاجة إيه عشان أقدم للمنحة دي؟ أول حاجة أنت محتاج صورة شخصية بحجم جواز السفر، صورة كده تكون في نفس حجم جواز السفر اللي عندك، الباسبور بتاعك، فتكون صورة شخصية في الحجم ده. آخر شهادة حصلت عليها وكشف الدرجات، طبعا الشهادات الدراسية بتاعتك، لو أنت لسه مخلص ثانوية عامة يبقى لازم تكون الشهادة معاك، لو أنت مخلص بكالوريوس يبقى لازم تكون معاك، وتكون الشهادة باللغة الإنجليزية، لو هي عندك باللغة العربية باللغة الفرنسية يبقى لازم تترجم للغة الإنجليزية. كمان نسخة مصدقة من شهادة الميلاد والباسبور، تمام؟ يكون عندك نسخة من شهادة الميلاد والباسبور، كمان شهادة الميلاد لو عندك باللغة العربية لازم تكون كمان باللغة الإنجليزية. مطلوب منك حاجة بقى وركز فيها، مطلوب منك حاجة اسمها فيش جنائي يثبت أن المتقدم للمنحة لا يحمل أي تهم مدنية أو جنائية. يعني إيه؟ في حاجة اسمها كده شهادة حسن سير وسلوك، دي بتجيبها من وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية قصدي عندك في بلدك، يعني مثلا في مصر أنت بتروح وزارة الداخلية وبتجيبها من حاجة اسمها مديرية أمن مثلا، أو في دولة تانية في المغرب الجزائر أنت بتشوف الجهة المسؤولة وبتجيب منها شهادة حسن سير وسلوك. الشهادة دي بتثبت أنك يعني ما عملتش أي جريمة قبل كده، وأنك إنسان مثلا كويس أو مستقيم أو كده، تمام؟ فالشهادة دي بتجيبها من المؤسسة التابعة ليك في بلدك. وكمان لازم تترجمها، يعني لو الشهادة طلعت لك باللغة العربية أو اللغة الفرنسية لازم أنت تقوم بترجمة الشهادة دي من أي مركز ترجمة معتمد للغة الإنجليزية. كمان أي شهادات أخرى لديك، مثل لو عندك دبلومات أو عندك مثلا أي كورسات أنت خدتها أو أي حاجة، لازم كمان الشهادات دي تكون باللغة الإنجليزية. كمان في حاجة اسمها كتابة مقال خطاب النية. خطاب النية ده سهل جدا، وكنا اتكلمنا قبل كده في حلقة سابقة عن ازاي ممكن تعمل خطاب النية وخطاب التوصية، وفعلا الشاشة فوق هيظهر لكم رابط الفيديو الخاص بكيفية كتابة خطاب النية وخطاب التوصية.
تمام. ازاي بقى اقدم للمنحه دي؟ انا لو عايز اقدم للمنحه دي اقدم لها ازاي؟ اول حاجه مطلوب منك انك تملى استماره، في استماره كده هنتكلم عنها بعد شويه وهنتكلم عن كل الاجزاء فيها. مطلوب منك انك تملى كل البيانات اللي موجوده فيها، وبعد لما تملاها لازم تقوم باعتمادها من وزاره الخارجيه او الجهه المختصه في بلدك. طبعا يمكن مش مفهومه قوي الجزئيه دي، ولكن هنرجع لها اثناء ملء الاستماره، هوضحها بشكل اكبر اثناء ملء الاستماره. وبعد لما تملى الاستماره وتجمع كل الاوراق المطلوبه منك، كل الاوراق دي تجمعها وتملى الاستماره اللي احنا هنشوفها بعد شويه، هتروح تبعت الورق ده كله في ملف بي دي اف في اقصى حجم الملف 10 ميجا بايت، تمام، وتبعتهم لعنوان البريد الالكتروني ده. يبقى الموضوع بسيط جدا، ايميل بسيط، مفيش ابلكيشن تقديم، لا هو بس في استماره تملاها تجمع الاوراق وبعدين تبعتهم للايميل ده. ده الايميل الخاص او الايميل الرسمي للمنحه. اخر ميعاد للتقديم للمنحه دي هو 14 فبراير 2020، لازم تكون مقدم قبل 14 فبراير 2020، واستحسن انك تبدا تجهز كل اوراقك من دلوقتي. طيب انا هنا حاطط لكم لينك التقديم وحاطط لكم الاعلان الرسمي للمنحه. هتيجي تبص كده على الاعلان الرسمي للمنحه هنا، تعال نبص سريعا عليه. وهنا ده الموقع الرسمي لموقع وزارة التعليم العالي في بروناي، ده الإعلان الرسمي للمنحة، كل التفاصيل بتاعة المنحة هتلاقوها هنا، زي مثلا آخر ميعاد للتقديم 14 فبراير، الجامعات اللي موجودة تبع المنحة دي هتلاقوها موجودة هنا، كل التفاصيل هنا. ولكن في معلومة أنا عايز أوضحها، إن التقديم للمنحة يعني مش محتاج إنك تقدم للجامعة، خلاص أنت طالما قدمت المنحة واخترت الجامعة فعلى طول بيتم قبولك فيها. ولكن في جزئية مهمة جدا، ان التقديم لجامعة بروني دار السلام مختلف شوية. ليه؟ لان هنا الجامعات اللي مذكورة هنا الثلاثة الباقيين دول مش محتاج تملى لأي واحدة فيهم، انما يونيفرسيتاس بروني دار السلام انت محتاج تملى ابليكيشن اضافي اللي هو هنا. فانت عشان تقدم للمنحة دي لازم بجانب استمارة التقديم اللي هنتكلم عنها بعد شوية تيجي تملى الرابط ده او تملى ابلكيشن التقديم الخاص ببروني دار السلام. فمثلا تعالى نبص عليه كده سريعا، ابلكيشن التقديم لبروني دار السلام اللينك بتاعه هتلاقوه هنا في الموقع الرسمي، تمام. هنا بيقول لك انت محتاج تملى اوريدي، يعني تملى لل كمان الجامعه. فبيقول لك ليه بالنسبه للبرامج الماجستير مفتوح ليها التقديم دلوقتي، بالنسبه لبرامج البكالوريوس لسه هيتفتح ليها التقديم. فانت عشان تقدم الابلكيشن ده بجانب ابلكيشن المنحه هتيجي مثلا هنا على جرادويت ديجري وتضغط عليها وهيظهر لك ابلكيشن تاني. الابلكيشن ده انت محتاج تملى كل البيانات اللي موجوده فيه وتحط كل حاجه بالتفصيل، زي مطلوب منك البرنامج اللي انت هتختاره للدراسه، مطلوب منك معلومات شخصيه عنك، كل الحاجات دي لازم تملاها هنا. وبعد لما تملاها بتيجي بتضغط على كلمه سبميت هنا، ودي طبعا بيانات بسيطه جدا، يعني حاجات مش هتحتاج منك وقت خالص، معلومات بسيطه. فانت هتملاها دي معلومات اضافيه، ده لو حبيت انك تقدم لجامعه بروني دار السلام، انما باقي الجامعات الثلاث جامعات دول مش محتاج تقدم ليهم. احب انوه على النقطه دي تاني، بروني دار السلام حاله خاصه، لو هتقدم ليها يبقى لازم تملى الابلكيشن الخاص بيها وهو الابلكيشن ده. طيب نرجع بقى تاني كده، دلوقتي احنا تعرفنا على كل التفاصيل وكل حاجه، ازاي بقى املى استماره التقديم الخاصه بمنحه بروني؟ هتيجي عند كلمة قبلنا وأقدم الآن وتضغط عليها عشان تفتح أبليكيشن التقديم. الأبليكيشن هو استمارة هتنزلك في شكل ملف وورد، تمام، هتنزلك على الجهاز بتاعك. يفضل إنك تستخدم طبعا الكمبيوتر، على التليفون طبعا مش هتفتح معاك كويس، يبقى لازم أنت تستخدم الكمبيوتر أو اللابتوب. فهنيجي نفتح الاستمارة، الاستمارة هتنزلك بالشكل ده. تعالى بقى اللي احنا نفتحها كده ونشوف البيانات اللي فيها. الاستمارة تظهر لك في شكل وورد بنفس الشكل ده كده. أول حاجة مطلوبة منك هنا إنك تحط صورة شخصية، يبقى هتيجي صورة شخصية وتحطها هنا. طبعًا أنت البيانات دي ممكن تملاها بخط الإيد أو تملاها بالكمبيوتر، ولكن يستحسن إنك تملاها بالكمبيوتر عشان يبقى الخط واضح أفضل، يعني عشان في ناس بتسألني كتير إزاي أملأ أبلكيشن مثلًا وورد، ممكن بخط الإيد أو ممكن بالكمبيوتر عادي. هنا بقى مطلوب منك إنك تختار الجامعة اللي أنت عايز تدرس فيها. بيقول لك أول حاجة تحط كود الجامعة. السكشن ده مش مهم، يعني ما تركزش عليه، كود الجامعه مفروض لكل جامعه في العالم كود، فانت مش مطلوب منك الكود، اهم حاجه تكتب البرنامج اللي انت عايز تقدم عليه. هنا البروجرام نيم، البرنامج اللي انت عايز تدرسه، والجامعه اللي انت عايز تدرس فيها، تمام، لان انت خلاص اوريدي انت المفروض هتخش على كل جامعه من الجامعات دي. مثلا اول جامعه اللي هي يونيفرسيتاس بروني دار السلام، يبقى انت مثلا هتخش عليها وتختار التخصص او تشوف التخصص اللي انت عايزه وتكتبه هنا وتعلم مثلا على بروني دار السلام، وهكذا لباقي الجامعات.
وعندك اختيارين، تقدم للجامعة وتقدم لجامعة تانية، يعني جامعتين مختلفين، عشان مثلا لو ما تقبلتش في الأولى يبقى تتقبل في التانية. مطلوب منك كمان انك تجهز الاوراق دي، ودي الاوراق اللي احنا كنا شرحناها، اللي هي خطاب النية، تقوم بتصديق اوراقك وكشف الدرجات واشارة التخرج بتاعتك وكل الكلام ده، وشارة حسن السير وسلوك، دي كل الاوراق اللي احنا شرحناها في المقال. اول حاجة بقى هنا عندك في الابليكيشن كمان مطلوب منك البيرسونال اند كونتاكتس ديتيلز، يعني معلوماتك الشخصية ومعلومات التواصل. اول حاجة بتكتب اسمك، رقم جواز السفر بتاعك، لازم يكون معاك باسبور، تمام. الإقامة بتاعتك اللي هي يعني زي الجنسية، أنت مقيم في دولة إيه، مثلا مصر، الجزائر، بتختار. وبتكتب تاريخ ميلادك، الدولة اللي أنت اتولدت فيها، الديانة بتاعتك، تمام. بتكتب حالتك الاجتماعية، الجندر بتاعك. هنا ده البوستال أدرس، اللي هو زي الزيب كود، أو بيسموه يعني بيكون رقم كده متألف من حوالي 5 أرقام، لكل دولة رقم معين، فأنت بتحط الأدرس بتاعك هنا، وبتحط الثلاث أو الـ5 أرقام دول اللي تبع الدولة بتاعتك. تحط رقم تليفونك، تمام. طبعا لو ما عندكش فاكس نمبر خلاص دي بتسيبها فاضية. تحط الإيميل بتاعك اللي هم ممكن يتواصلوا عليه، بحيث لو جالك القبول أو حاجة، تحط مثلا شخص مسؤول عنك، أو شخص مثلا أنت بتعرفه ممكن هم يتواصلوا معاه في حالة إذا تعذر الاتصال بيك هنا. مثلا تكتب الشخص ده مين، يعني شخص مسؤول عنك، تكتب علاقته بيك ايه، ماذر فاذر مثلا، والدك او والدتك، شغله ايه، العنوان بتاعه، الايميل بتاعه، او رقم التليفون بتاعه، تحط كل البيانات دي هنا. تاني حاجه بقى وتركز فيها الاديوكيشن اكسبيرينس، دي اللي هي الخبره بتاعتك التعليميه، يعني انت خلصت ايه او انت اتعلمت ايه. فركز معايا، متقسمه لكذا مرحله هنا، A B C D، تمام. فاول حاجه في رقم بي او الحرف بي، اول حاجه بيقول لك اذكر لنا كل المدارس اللي انت درست فيها من فوق سن ال 15، يعني المدارس اللي انت حضرتها من فوق سن ال 15. فمثلا لو احنا قلنا 15 سنه انت كنت في الصف الثاني الاعدادي مثلا، تمام، يبقى الصف الثاني الاعدادي مثلا، يبقى انت تكتب المدرسه اللي انت كنت فيها في الصف الثاني الاعدادي، تكتب كانت من سنه كذا لسنه كذا، يعني انت مثلا حضرت سنتين من الصف الثاني الاعدادي والصف الثالث الاعدادي، حضرتهم في مدرسه ما مثلا، اي مدرسه، فبتكتب اسمها هنا، وتكتب مثلا كان من 2015 ل 2017 مثلا، وتكتب انت حصلت على مثلا شهاده ايه، الشهاده الاعداديه مثلا. ترجع تاني وتكتب انت دلوقتي خلاص بعد ما خلصت الاعداديه مثلا لشهاده الثانويه العامه او شهاده البكالوريا بيسموها في المغرب او الجزائر او تونس كده. فبتيجي بقى بتكتب اسم المدرسه مثلا بتاعت الثانويه، بتكتب انت حضرت فيها مثلا 3 سنين في الثانويه العامه او شهاده البكالوريا، بتكتب من مثلا 2016 مثلا ل 2019، وبتحط الشهاده مثلا اللي انت حصلت عليها، شهاده الثانويه العامه، وهكذا، تمام. وكذلك يعني بالنسبه للناس اللي مقدمه بكالوريوس ماجستير والدبلوم، تقدر برضو تملى، لازم تملى الخانه دي وتكتب المدارس اللي حضرت فيها. في رقم بي ترجع تكتب تاني، ولكن المرحلة هنا في رقم بي هي خاصة بالثانوية العامة، انت هنا بتحط بيانات الثانوية العامة فقط. فبيقول لك بتحط بيان تفصيلي بالمواد اللي انت درستها في سنة الثانوية العامة، اللي هي سنة ثالثة ثانوي او سنة شهادة البكالوريا. فبتكتب مثلا انا في سنة 2018 درست مثلا مادة الفيزياء مثلا، هنا بتكتب المادة، هنا بتكتب الجريد، الدرجة اللي انت خدتها في المادة دي كانت من كام في المية مثلا، او كانت المعدل بتاعها من 100%، او المعدل بتاعها من 20، او المعدل بتاعها من 4. فانت بتكتب المعدل بتاعها، وبتعمل زي مثلا انا لو قلت مثلا 90%، يبقى هكتب 90% مثلا، واحط علامة في المية كده. ولو مثلا معدلي كان 14 من 20، فبعمل 14 كده وشرطة كسر مثلا، والدرجة الكلية 20، وهكذا. انت بتشوف الدرجة اللي انت جبتها والدرجة الكلية او التوتال، وبتحطه هنا. هنا الميديوم مقصود بيها ميديوم اوف انستراكشن، يعني لغة الدراسة بتاعتك او لغة الامتحان اللي كان جالك في المادة دي. فمثلا انت درست المادة دي باللغة الفرنسية، باللغة الانجليزية، باللغة العربية، فبتكتب الميديوم اوف انستراكشن هنا. الاكزامينيشن بادي هو الجهة المختصة بالامتحان، يعني لو كان امتحان محلي مثلا في المدرسة بتاعتك، فبتكتب مثلا الجهة اللي امتحنتني المادة دي هي المدرسة بتاعتي. مثلا الامتحان ده كان امتحان ثانوية عامة،
يعني شهادة الثانوية العامة، فبالتالي انت مثلا بتكتب ان وزارة مثلا التعليم هي اللي امتحنتني الامتحان ده لانه كان مثلا على مستوى الدولة كلها او على مستوى المدينة، فانت بتكتب الجهة اللي كانت مسؤولة عن الامتحان، وهكذا في كل مادة. تمام، طبعا هتلاقي فيه مواد كتيرة جدا. واحد يقول لي طيب انا عندي مثلا حوالي 9 مواد او 10 مواد والخانات اللي هنا مش مكفية، اكتب المواد الاهم، يعني المواد المهمة عندك اكتبها اللي قريبة من التخصص اللي انت هتختاره. يعني لو انت عايز تدرس هندسة ودرست مثلا في الثانوية العامة كيمياء فيزياء رياضة الكلام ده كله، يبقى بتكتب الحاجات اللي قريبة من التخصص اللي انت عايزه وهكذا. تمام، يبقى الخانة دي خاصة بالثانوية العامة او البكالوريا. في رقم سي هنا خاصة بالادفانسد ليفل، يعني لو انت كان معاك دبلومة مثلا معينة، عملت دبلومة، او في بعد لما انهيت الثانوية العامة عملت سنة تحضيرية، فانت بتكتب الحاجات دي هنا. يعني لو انا خدت مثلا سنة تحضيرية فبكتب السنة دي مثلا كانت سنة كام، بكتب المواد اللي انا درستها في السنة التحضيرية دي او في الكورس ده، بكتب الدرجة بتاعتها، اللغة بتاعت التدريس، ولو كان في امتحان في الكورس ده او في السنة دي مثلا، فبتكتب الجهة اللي امتحنتك. لو ما فيش بتسيب الخانة دي فاضية. وهنا في الجزء ده رقم دي other qualifications، يعني خاصة بالدبلومات او الحاجات الاساسية في المجال الاكاديمي اللي انت حصلت عليها بعد الثانوية العامة، دبلومة مثلا أو حاجة معتمدة من جامعة أو كده، فبتكتب اسم الحاجة دي أو اسم الشهادة دي أو الدبلومة، اسم المؤسسة اللي أنت حصلت منها على الشهادة دي، المدة أخدتها من إمتى لإمتى، أو أخدتها لمدة أو في 5 شهور سنة مثلا، التاريخ اللي أنت اجتزت فيه الكورس ده أو الدبلومة دي، الدرجة بتاعته وكانت اللغة بتاعته إيه، فبتحط كل الكلام ده. طبعا لو ما عندكش خلاص بتسيب الجزء ده كله فاضي. ركز بقى معايا كمان في الجزء ده intended qualification، يعني لو انت مثلا اخترت هندسة وانت عندك خبرة سابقة في الهندسة، او حاليا انت بتدرس في جامعة مثلا في السنة الاولى في هندسة، فانت already خلاص عندك خبرة في بعض المواد الهندسية او بعض المواد الخاصة بقسم الهندسة او كل الكلام ده. فبيقول لك يعني لو انت مختار مثلا تخصص وانت عندك خبرة فيه قبل كده، بتكتب لنا ايه الكورس اللي انت خدته قبل كده اللي اداك الخبرة دي، وايه المواد اللي انت درستها في الكورس ده، والتخرج بتاعك او تاريخ انتهاء الكورس ده. تمام، او اللي انت متوقع الكورس ده ينتهي امتى لو انت لسه مستمر فيه. طبعا لو ما عندكش برضو الجزء ده فبتسيبه فاضي. الناس اللي لسه مخلصة ثانوية عامة فما عندهاش خبرة في المجال ده او كده، او ما درستش حاجة خاصة بكده، خلاص بتسيب الجزء ده فاضي. هنا بقى تالت حاجة الخاص باللغة بتاعتك او اللغات اللي انت بتعرفها، بيقول لك اول حاجة اللغة الانجليزية مستواك فيها ايه، في الرايتنج ريدنج سبوكينج. تمام، فبتختار الدرجة بتاعتك، هو مقسم لك رقم واحد، لو اخترت واحد يعني جود، لو علمت لواحد جود، 2 افريج، 3 بور. تمام، فمثلا لو انا عايز اختار واحد، تمام، فبعلم على المستطيل كده بالشكل ده، فبيختار لي الاختيار رقم واحد واختيار رقم 2 او 3، فانت بتختار الاختيار اللي يعجبك يعني وبتعلم عليه. طبعا هنا بتكتب لو في لغات تانية انت بتعرفها، بتكتب طبعا مثلا Arabic language لو انت لغتك اللغة العربية، بتكتب مثلا French language لو انت بتعرف اللغة الفرنسية، طبعا اللغات الاخرى اللي انت بتعرفها بتدعم طلبك اكتر. رقم 4 هنا، هنا بالنسبة لرقم 4 لأي جوائز أنت حصلت عليها، يعني مثلا جوائز تدريب أنت خدتها، جايزة من مؤسسة اتطوعت معاها، فبتكتب تفصيلي هنا. فمثلا بتكتب أنا مثلا اتطوعت مع مؤسسة معينة وخدت منها شهادة، الشهادة دي كانت في تاريخ كذا مثلا، فبتحط كل البيانات لكل مؤسسة أو لكل جايزة أنت حصلت عليها. ده في رقم 4. رقم 5 بيقول لك يعني مستقبلك المهني، انت شايف مستقبلك المهني عايز تشتغل في ايه، شايف عايز تعمل ايه في المهنة اللي انت هتشتغلها، ازاي شايف انك ممكن تطور فيها، فانت لازم تكتب كل الكلام ده. تكتب المهنة اللي انت عايز تشتغل فيها، تكتب خلفيتك عنها، هل انت حابب فعلا المهنة دي، هتطور منها ازاي، تكتب المقال ده هنا. سادس حاجة كنا قلنا عليها الـ Statement of Purpose، يعني غرضك من الدراسة، أنت ليه عايز تدرس تبع المنحة دي أو في التخصص أو الجامعات دي. والموضوع هنا سهل جدا، وحاول إنك تربط بينه وبين، بيقول لك هنا تحاول تربط بينه وبين الـ Future Career، يعني هنا في المقال بتاع الـ Future Career لازم تربط ما بينه كمان وبين الـ Statement of Purpose. يعني ما تقولش مثلا أنا هدرس هندسة وبعدين أنا عايز أشتغل مثلا في الاقتصاد، لا، لازم تخلي ارتباطهم الاتنين ببعض
مكتمل. وهنا تكتب بقى عن اهدافك انك عايز تدرس في المنحه دي، لانها هتسهل لك حاجات كتيره جدا، وانت من خلال دراستك فيها هتتعرف يعني او هتاخد خبره كبيره، وهيساعدك في مجتمعك، ولما ترجع هتفيد بيه ناس وهكذا. يعني الموضوع بسيط جدا. هنا في رقم 7 الورك اكسبيرينس، بالنسبه لخبرتك العمليه، يعني الخبره بتاعتك، هل اشتغلت في حاجه قبل كده؟ بيقول لك يعني اسم الوظيفه اللي انت اشتغلت فيها، كنت ماسك ايه في الوظيفه دي، هل كنت بتشتغل يعني عدد مكتمل من الساعات، ولا مثلا ساعتين ثلاثه في اليوم، اشتغلت من امتى لامتى. طبعا اي شغلانه او اي خبره عندك، سواء ايام المدرسه مثلا بتاعتك او ايام الجامعه بتاعتك او كده، فبتقدر تحط كل التفاصيل دي هنا. هنا بيقول لك اي حاجات اضافيه انت عملتها بالنسبه للتطوع. لو انت اتطوعت مع مؤسسة، فبيقول لك انت اتطوعت، كان نوع الاكتيفيتي او النشاط اللي انت عملته كان ايه، كان نشاط اقتصادي ولا رياضي ولا خدمة مجتمع. فبيقول لك حط السنة اللي انت اتطوعت فيها او اللي انت اشتغلت فيها تبع النشاط ده، نوع النشاط. بيقول لك كمان الليفل بتاع النشاط، هل ده كان نشاط مستوى على مستوى محلي ولا دولي، ولا نشاط مثلا مدني، ولا ايه بالظبط. فبتكتب نوع النشاط هنا. في رقم 9 بيقول لك لو انت منضم حاليا مع مؤسسات معينه، زي مؤسسات خدمه المجتمع مثلا، في مثلا مؤسسات في مصر زي مؤسسه رساله مثلا، في ناس بتنضم ليها او بتتطوع مع مؤسسات وبتفضل شغاله معاهم. فبتكتب انك مثلا في السنه دي انضميت للمؤسسه دي، بتكتب اسم المؤسسه، بتكتب البوزيشن اللي انت فيه، يعني هل انت عضو بس ولا ماسك حاجه في المؤسسه دي، كل البيانات دي بتحطها هنا. هنا رقم 10، اي طبعا جوائز انت حصلت عليها. وخلي بالك ان رقم 10 بيساوي رقم 4 هنا. نرجع تاني لرقم 4، هنا كان عندي رقم 4 اي جوائز انت حصلت عليها، فنفس الحاجات اللي هتكتبها هنا هترجع تكتبها هنا، ولكن بشكل منظم اكتر. هتكتب من حيث نوع الجائزة اللي انت حصلت عليها، او المنحة اللي انت حصلت عليها، يعني لو حصلت على منحة قبل كده او جائزة قبل كده بتكتبها، بتكتب المؤسسة اللي اديتك المنحة والجائزة دي، بتكتب التاريخ اللي انت حصلت فيه على المنحة والجائزة دي. كده الموضوع بسيط جدا. هنا بقى نركز كويس جدا، ريفرنس اللي هم الناس اللي هتعمل لك التوصيه. وطبعا موضوع التوصيه دلوقتي بقى معروف جدا، ازاي ممكن تعمل خطاب توصيه، وايه يعني هو التوصيه، المقصود بالتوصيه. هنا مطلوب منك 2 من خطابات التوصيه. مطلوب منك انك تكتب الاسم الاول للشخص اللي هيوصي عليك، وتكتب الوظيفه بتاعته، تليفونه والايميل بتاعه، وتكتب برضو الشخص التاني ووظيفته ورقم تليفونه والايميل بتاعه. مطلوب منك شخصين. وهنا مفيش خطاب للريفرنس، الريفرنس ليتر هو جايب لك ريفرنس ليتر من عنده، انت لازم تملاه. في الجزء رقم 12 هنا بيأكد المعلومات، بيقول لك قول ان المعلومات اللي انت كتبتها فوق دي كلها صحيحة، تكتب التاريخ هنا وتكتب الامضة بتاعتك هنا. تمام. هنا ده بقى بالنسبة للخطاب بتاع الريفرنس اللي المفروض ده هيتملي بواسطة الشخص اللي هيعمل لك التوصية. يعني ده الخطاب المفروض انت تطبع، ده تطبع الخطاب ده كده، تطبع صفحتين اهو، اللي هو الصفحة رقم 8 وهنا الصفحة رقم 9. تمام. تطبعهم وتديهم للشخص الأول اللي هيعمل لك التوصيل، اللي هو رقم C1، معناها اللي هو الريفرنس نمبر 1. تمام. فأنت هتطبعه وتخليه هو اللي يملاه بخط إيده، وبعد كده يجي في الآخر يكتب التاريخ اللي هو ملا فيه الخطاب ده، ويكتب الإمضة. تمام. ويحط كل البيانات بتاعته هنا. هنا رقم 2 C2 معناها اللي هو الريفرنس ليتر رقم 2، الموصى رقم 2. يكتب برضو البيانات بتاعته، يحط كل التفاصيل هنا، يجاوب على الأسئلة دي، وبعد كده يكتب التاريخ ويعمل الإمضة بتاعته هنا. تمام. بعد لما بتخلص بقى الجزء ده، تعالى للجزء الأخير بقى خالص ونركز فيه كويس جدا، وهو الجزء ده بيتملي بواسطة وزارة الخارجية أو الجهة المختصة بالمنح في بلدك. تمام. بيقول لك to be completed by the remitting government، يعني لازم يتم اكتماله بواسطه الترشيح من الحكومه او وزاره الخارجيه او وزاره التعليم اللي بتقدم المنح عندك، ولكن بنسبه كبيره يفضل وزاره الخارجيه. يبقى انت عندك رقم 13، دي الصفحه رقم 13، رقم 13، رقم 14، الصفحتين دول انت هتطبعهم وتروح بيهم لوزاره الخارجيه في بلدك، وتقول لهم لازم انتوا تملوا لي الورقتين دول، لان المنحه طالبه مني كده، وهم اكيد عندهم علب من المنحه، لان المنحه دي منحه حكوميه وبتكون نازله كمان على موقع السفارات الخاصه بدوله بروني في دولتك. تمام. لازم هم يملوه بكل التفاصيل بتاعتهم، يكتبوا كل البيانات دي، لازم هم اللي يملوه. وطبعا بيقول لك لو هم ما تمش امتلاء هذه البيانات بواسطه
الاشخاص المسؤولين عن وزارة الخارجية في بلدك مش هيتم قبولك في المنحة، مش هيتم ترشيحك، لازم هما اللي يمدوك. يبقى نرجع تاني بشكل بسيط، الخطاب او الاستمارة متكونة من 14 صفحة، ال 14 صفحة دول انت لازم تملأهم، فيهم صفحتين او فيهم اربع صفحات خاصة بالموصل الاول والموصل الثاني C1 وC2، وفيهم صفحتين لازم يتملوا بواسطة اللي هو وزارة الخارجية، الاشخاص المسؤولين في وزارة الخارجية. وبكده يبقى انت اكتملت عندك البيانات. بعد لما بتملى كل البيانات دي وبتجهز الاستمارة دي، بتروح بقى هنا تاني، تعالى كده نرجع للمقال بتاعنا، وبتجمع الأوراق بتاعتك اللي احنا قلنا عليها وبتروح تبعتها للإيميل ده. يبقى كده اكتملت عندك كل أركان التقديم للمنحة دي. في ناس طبعا هتقولي الموضوع صعب بالنسبة انك تملى الجزء ده الأخير وانك تروح لوزارة الخارجية. طبعا انا عارف ان الموضوع صعب، ولكن انت تحاول تبدأ في الإجراءات من دلوقتي. المنحة مغرية جدا، فيها حاجات كتيرة جدا ومميزات عديدة. طبعا 500 دولار بروني بدل شهري، وفي 150 دولار بروني بدل شهري للطعام، في بدل شهري للكتب، يعني حاجات كتيرة جدا جدا جدا. متنساش ان المنحة دي مش منحة معروفة، الاقبال عليها مش كبير، يعني فرصتك في القبول ان شاء الله هتكون كبيرة. وبالاضافة كمان ان الافضلية لدول التعاون الاسلامي، يعني مش دول تانية، كمان الدول العربية مؤهلة بشكل كبير جدا اللي الناس اللي فيها تتقبل. فارجو انكم تهتموا بالمنحة دي وتقدموا ليها، منحة مميزة جدا. أتمنى لكم التوفيق وبإذن الله مقبولين فيها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.